Ich habe nur einen Bruder. Er kommt erst heute. Also heute behandeln wir das Thema erst und nur. اليوم راح نشوفوا erst und nur. Erst und nur عندهم نفس المعنى اللي هو only فقط. Only. بس صح وقت نستعملوا erst وقت نستعملوا nur هذا هو اللي راح نشوفه. الله بيكم. هلا سوزان، بون اليوم راح نقراو على ايرست وضان نور. كيما قلت لكم ايرست معناتها اونلي ونور معناتها ثاني اونلي. اليوم راح نشوفو وقت نحطو ايرست وقت نحطو نور. ليتس جيت ستارتد. بون ايرست وقت نحطوها في دي تايت انغابه. تايت انغابه معناتها كي يكون عندكم وقت ولا زمن، كيما هويت ولا كيما تهضر على الساعه تقول ام 19 اور سو فايت اون زون. المهم كي تهضر على الوقت ولا الساعه راح تحط ايرست. For example, er ist erst um 20 Uhr gekommen. Ja, غير على 8. غير على 8 وين جا. Voilà. Erst راح تحطوها مع دي تايت انغاو. سهلة خلاص. ونور وقتها تحطوها دي كوانتيتيت. دي كوانتيتيت. كي تكون عندكم كوانتيتي. For example, ich habe nur ein Buch. ولا er hat nur einen Bruder. Er hat nur einen Bruder. Bon, واش قلت لكم؟ Erst مع دي تايت انغاو. ونور مع دي كوانتيتيت. Bon, عندكم اكزرسيس هنايا. Dieser Autor schreibt zwei Bücher. Zwei Bücher ist hier. Zeitangabe oder Quantität. Beinahe, wenn man hier schreibt, zwei Bücher. Dann haben wir gesagt, nur. Dieser Autor schreibt nur zwei Bücher. Oh, okay. شوف واش كاين لو طون ولا كاين كوانتيتيت. اذا عندكم طون تحطوا اس، واذا عندكم كوانتيتيت تحطوا نوا. لو كان نشوفوك فيه طاحت هذه في الباك. اوه مالوريزمون هادي است اون بوا جامي 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 نبدوها في الباك. سو ام نوت شور اف ذيس ويل بي ذا سيم كيس في هذا الباك، بات اتس سو ايزي دونت وري. است كيما قلت لكم ونور مع دي كوانتيتيت. ازو داس فار الس فور هايتر. فيلم بانك لا فيديو الجايه راح نعطيكم، راح ندير لكم درس على اتشكتيف ديكليناسيون. سو داس فار الس فور هايتر. تشوف.